هنتكلم دلوقتي عن الاسترس وتأثيره على حالتي الصحية وعلى وصولي لأهدافي. عندي مثلا امتحان، عندي حاجة مهمة في حياتي مفروض ان انا اعملها، ده بيعمل اكتيفيشن او بيعمل تشغيل حاجة في عقل الانسان، العقل الليمبي اللي هو fight or flight. ايه هو الفرق ما بين تفكير الانسان وتفكير الحيوان؟ الحيوانات ما عندهاش غير نوع عقل واحد بس اسمه العقل الليمبي اللي هو fight or flight، زي بالضبط ما يكون عندي اسد وعندي حمار وحشي، الاسد دايما بيهجم، الحمار الوحشي دايما بيهرب. احنا كبني ادمين ربنا كرمنا بعقل تاني اسمه الفرونتال لوب او الناصيه، وهو مركز اتخاذ القرارات في جسم الانسان. اللي بيحصل جوه جسم الانسان لما ببقى متعرضه لستريس او ضغط كبير، الادرينال جلاند بتاعتي بتبتدي تفرز هرمونات الاسترس، هرمون الكورتيزول، الابينفرين اللي هو الادرينالين، والنور ابينفرين. مع زياده افراز هرمون الادرينالين بتزيد ضربات القلب بتاعتي، وبالتالي بيقل ضغط الدم، وبكون عرضة في الحالة دي للفشل الكلوي. زيادة إفراز هرمون الكورتيزول بيسبب لي ضعف في البطانة الداخلية للشعيرات الدموية، زيادة هرمون الأدرينالين بيسبب لي سرعة في ضربات القلب، الاثنين مع بعض بيسببوا ترسبات الكوليسترول جوه الشعيرات الدموية، مما بيؤدي للجلطات والسكتات الدماغية. اما مخي بيبتدي يحس بوجود ستريس، بيوصل لي الاحساس ده عن طريق الاعصاب من جهاز العصب المركزي للاعصاب الموجوده في الامعاء بتاعتي او الجهاز الهضمي بتاعي. اول حاجه بتحصل انه عاده الناس اللي بيبقى فيه ستريس في حياتها اليوميه بيصابوا بالقولون العصبي. مش بس كده، بيسبب لي حساسيه من الحمض، بتزيد حساسيتي من الحمض، وده بيسبب لي ارتجاع في المريء، وبيغير كمان الإحساس ده من التركيبة ووظيفة البكتيريا اللي موجودة في الهضم، وبالتالي الهضم بتاعي بيتأثر. هل الاسترس ممكن يسبب لي زيادة في الوزن؟ طبعا. مع زيادة إفراز هرمون الكورتيزول إحساسي أو رغبتي في الأكل بتزيد، خصوصا الحاجات المسكرة أو الكربوهيدرات أو النشويات. بس الفكرة إن أنا لما باكل النوع ده من الأكل جسمي مش بيخزنه زي اي نوع دهون تاني، ده بيتخزن كنوع دهون معين موجود في الجزء السفلي من البطن. الفكرة في نوع الدهون ده انه بيبقى عامل زي كأنه عضو مستقل، العضو ده بيبتدي يفرز مواد كيميائية او بيبتدي يفرز هرمونات. المواد الكيميائية دي اسمها سايتوكاينز، السايتوكاينز دي من المسببات الاساسيه لحساسيتنا ضد هرمون الانسولين، او بتسبب لنا امراض مزمنه. ساعات كتير بنشوف شخص كبير في السن بس شكله صغير، او شخص صغير في السن بس شكله اكبر من سنه. ده سببه ان عندنا كروموسوم الدي ان اي في نهايته في حاجه اسمها تيلوميرز. التيلوميرز دي كل ما بيكون طولها اكبر كل ما بيكون الانسان في صحه كويسه او عمر الانسان بيطول. الاسترس لما بيزيد في حياتي بيأثر على طول التوليمرز دي، وبتقصر لغاية ما بيحصل لهاش إعادة تكون تاني. التوليمرز دي مسؤولة عن انقسام الخلايا، فلما التوليمرز طولها بيقل الخلية نفسها بتموت، وما بيحصلش تجديد في انقسام الخلايا، في النهاية ممكن تأثر على عمر الإنسان. الاسترس بيأثر على حياتنا بشكل كبير، وبيأثر على حالتنا الصحية. ممكن يسبب ظهور بثور في البشرة مثلا، ممكن يسبب تساقط الشعر، يسبب لي تغيير في المود، صداع دائم، بيسبب لي انه انا مش عارفة اركز في حياتي اليومية او اركز في المهام اللي انا بعملها بشكل يومي، ممكن يسبب لي امراض اكبر من كده بكتير. اللي انا عايزة اركز فيه انه حياتنا دايما هيبقى فيها تحديات، وهيبقى فيها حاجات بتسبب لنا ستريس وقلق بشكل يومي. لو انا بس عملت تغيير في طريقة التفكير من ان ده عبء عليا او حاجة صعبة انا مش هقدر اعديها، وعملت شفت في طريقة التفكير ان ده تحدي او هدف انا لو وصلت له حياتي هتتغير للافضل. وهو ده بالضبط الفرق ما بين الانسان وما بين الحيوان. لو انا خليت الفرونتال لوب او الناصية هي اللي تتحكم في طريقة تفكيري وعملت شفت للعقل الليمبي، حياتي هتبقى افضل. يا رب اكون قدرت اوصل لكم خطورة تأثير الاسترس على حياتنا. لو عندكم اي استفسار اكتبوه تحت في الكومنت وانا هجاوبكم عليه بنفسي. شكرا.